طبعا في موضوع مهم جدا وهو متابعة القرار الأخير من شركة ديزني. طبعا حضراتكم تابعتوا كل الجدل اللي خرج خلال الفترة الأخيرة على فيلم الأنيميشن أو الرسوم المتحركة لايتير. هذا الفيلم اللي كان فيه مشهد بيروج للمثلية وثار وأثار غضب العديد من الدول العربية، وليس فقط العديد من الدول العربية بل في أوروبا الشرقية وأيضا ولايات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فيلم موجه للأطفال، وبالتالي الحريات وما يتعلق بفكرة المثلية الجنسية موجودة في أفلام كتير في هوليوود، ولكن أن تكون للأطفال هذه كانت مشكلة كبيرة جدا. طبعا كان في اعتراضات كثيرة من بينهم مصر طبعا والسعودية والكويت وغيرها من الدول اللي اعترضت ومنعت عرض الكثير من الأفلام، ما جعل ديزني بعد هذه المقاطعات أن يكون هذه المقاطعة تكون ردع لشركة ديزني، وبالتالي تتخذ الإجراء بأنه ديزني بلس الموجهة للشرق الأوسط تعلن عدم عرض الأعمال المثلية بأفلام الأنيميشن في الشرق الأوسط. طبعا ده القرار الأخير، وقالت إنها ستلتزم بالقوانين المحلية للدول اللي بيعرض فيها إنتاجها أو أفلامها. طبعا لايتير لما نقول إنه تكلف 200 مليون دولار، الفيلم قعد في السينما فترة، الإيرادات اللي جابها يا دوبك غطت تكلفته، وده بسبب الاعتراض الشديد زي ما قلنا ليس فقط من دول عربية ولكن حتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في أوروبا. معانا الناقد الفني طارق الشناوي. مساء الخير أستاذ طارق، أهلا بيك. أهلا أستاذ إنجي، أهلا بيك. أولا إحنا عايزين نعرف تعليقك على هذا القرار من ديزني. طبعا بيؤكد على انه الصواب والصحيح يجب ان يتبع. صحيح انه السينما في العالم كله موضوع المثليه موجود، ما نقدرش ننكر وجوده، ولكن الطفل او المرحله العمريه اللي بتوجه ليها بعض الافلام وتحديدا اللي بنسخ عليها رسوم متحركه يجب ان تراعي هو في اي مرحله زمنيه حتى يدرك الصواب من الخطأ في المنطقة دي. ففكرة انك تصدر للناس ان ده العادي، لا. فكان يعني هو كانت الخطة ايه؟ انك انت من الصغر اكنك انت عايز، يقول لك ايه، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، اللي هو التعبير القديم بتاعنا ده. ايوه، انا فانت عايز تصدر للنشء، بتشكل وعي الطفل بميول جنسية اخرى في العالم كله. والحقيقة زي ما انت قلت من شوية انه حتى داخل امريكا، حتى داخل دول في اوروبا مفيش موافقة مطلقة على هذه الأعمال، لا، في وجهات نظر متعلقة بفكرة كيف إن مفيش تقديم مثلية جنسية للأطفال. لما يكبر شوية يفهم، أوكي، بس مش في المرحلة دي. فالحقيقة ما كانوش، يعني عايز أقوله ده أكد على إنك أنت بالضغط بتاعك بتكسب. هما طبعا مؤكد إن السر العميق اقتصادي طبعا، يعني سر التراجع الحقيقي، وكأن المنصات الحالية أستاذ طارق تتنافس في هذه المسألة. طبعا عشان ضغطك أنت بالذات في قضية عادلة، يعني دي قضية عادلة. أنت ما قلتش ما يعرضوش مثلا الأفلام اللي فيها شخصية مثلية، لا، أنت اتكلمت على، مش على شخصية مثلية في المطلق، اتكلمت عن فئة عمرية لا يجوز ده، ثم لا يجوز أيضا الترويج. هم بيعملوا حاجة اللي هو فكرة تصدر للأطفال انه ده عادي. احنا طول عمر الاعمال الموجهه للاطفال تتكلم على البطوله، على التضحيه، على الوفاء، يعني في قيم في العالم كله من زمان قوي، يعني الكلام ده مش وليد هذه الايام. طول عمر الاعمال الاطفال لها محددات اللي فرضها المجتمعات، بدا فيها المجتمعات الاوروبيه والامريكيه، وبعيده يعني تماما عن فكره المشاهد الجنسيه او الايحاءات سواء مثليه او غيرها. طبعا يعني بقول لك ان ده قواعد المجتمعات كلها. يعني الناس فاكره انه المجتمع الاوروبي بيوافق في المطلق على كل هذه الاشياء، غير صحيحه. ولا المجتمع الامريكي، لا، داخل المجتمعات في اصوات بترفض ده حرصا على انه النشء فعلا لازم في المرحله العمريه دي يبقى فاهم الدنيا، فاهم التركيبه الانسانيه، يكبر شويه يبتدي يفهم يعني ايه انحراف، يعني ايه اخطاء. في فرق كمان لازم نحط خط، في فرق بين، طبعا في الاطفال ممنوع تماما، في الكبار بقى في الافلام اللي هي تقدم للمراحل المراحل ده، فرق بين انك تقدم شخصيه مثليه وانك تروج للمثليه. الترويج مرفوض،
يعني الترويج مرفوض تماما تماما، وده مطبق في الافلام الكبار، ما بكلمش على افلام الاطفال، مرفوض تماما. وبرايك استاذ طارق، لماذا هذا الاتجاه من شركه كبيره زي دي وليها تاريخ طويل مع الانتاج السينمائي انها تلجا الى الوصول الى هذه المرحله الترويج، وخصوصا لفئه عمريه زي الاطفال؟ واضح انه في منظمه معروفه مش عايز اقول اسمها بتسعى لده، في وبتعمل ضغوط كويس، بتصدر افكار، وبالتالي بيخشوا على هوليوود، يخشوا على ديزني. يعني عايز اقول عندهم امكانيات ماديه وهم منظمين، وبالتالي بيروجوا افكار. يعني الحكايه مش بريئه، لا ده وراها خطط. عشان كده كان عظيم جدا، مش بس العالم العربي، لا في الشرق الاوسط، في اصوات كثيره في الشرق الاوسط مش بالضروره كلها عربيه، لا صحيح. فكان في اصوات مدركه ان هناك رسائل ينبغي الا تصل للاطفال، ونجحوا في ده، ولانه بقى فيه كمان عقاب اقتصادي يعني، وده اللي خلاهم يسارعوا بتغيير المنطق اللي هم شغالين عليه يعني. واتصور ان هنسمع ايضا ان بعض الدول الاوروبيه، وبالذات اللي كنا بنطلق عليها في الماضي اوروبا الشرقيه، لان انا سمعت رئيس المجر بيقول نفس الكلام، من دوله المجر بيقول نفس الكلام، اتركوا اطفالنا اعملوا اللي انتوا عايزينه بس اتركوا اطفالنا. دي طلع، ده صوت طلع من المجر. فانا عايز اقول انها يعني، لانه المبادئ الاجتماعيه مبادئ عالميه يعني العالم كله عنده مبادئ في كل طبعاً. الدنيا طبعاً. كويس. فبالتالي في اصوات طلعت كمان من اوروبا بتقول لا ستوب، وقفوا ده. حتى الفيلم لم يحقق ايرادات، يا دوبك جاب تكاليف انتاجه، وده دليل ايضا على انه الرفض ما كانش رفض زي ما حضرتك قلت من الشرق الاوسط فقط. هو الرساله وصلت اظن، او اتمنى انه في جهه بتروج، بتحاول، بتضغط، لكن الجهه دي هتصطدم او اصطدمت فعلا بان في مشاعر وفي منطق وفي مقاومه، وانه مش اي حاجه هتجينا من بره هنعتبرها هي الصواب، لا الصواب هو اللي هو اللي احنا بنحس انه صواب يعني، وللعالم بيحس. عايز اقول هي ليست في المطلق اراده عربيه ولا مشاعر عربيه فقط، لا هي كتير من اصحاب الاسوياء، اصحاب الاراده واصحاب الراي في العالم كله لديهم نفس التحفظ. نعم. ربما احنا في عالمنا العربي كان في صوت اعلى شويه، اوكي، لكن ده لا يعني ان الاخرين كانوا مقدمين موافقه مطلقه على اللي بيجرى ده، لا اطلاقا. وهنشوف شويه يعني، اكيد بعد شويه هتلاقي ان في خبر تاني انه هذه الافلام منعت ايضا من منصات اخرى. عفوا استاذ طارق ما سمعتش حضرتك كويس. عايز اقول لك ان بعد شويه هتلاقي ان في اخبار بتيجي من ديزني، بمعناها انه كمان البث في بعض الدول الاخرى غير الشرق الاوسط حصلت بنفس نفس التوجه، ممنوع. ونعود مره اخرى يعني، احنا تربينا على ديزني يعني، كل اجيال اتربت على ديزني، على الاعمال اللي بنخشها، واحنا حتى لما بنكبر، وانا واحد من الناس اللي بيتفرجوا على افلام الاطفال لغايه دلوقتي ورسوم متحركه، والمعلومات بتعرض في كبرى المهرجانات يعني، في كان، في فينيس، في برلين، بتلاقيها موجوده في المسابقه الرسميه يعني، لانه هي تبدو بالنسبه لي لك للاطفال، لا هي افلام كمان صح، ممتعه فنيا ولكل الاعمار. وفكره الاطفال بتعني انك انت طالما قلت الاطفال فانت تعني ضمنا كل الاعمار تتفرج عليها. انا بشكرك جدا جدا الناقد الفني طارق الشناوي، شكرا جزيلا ليك.